متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، نرحب بكم من جديد في استعراض لآخر تحديثات الحالة الجوية الراهنة في المملكة. نلاحظ معكم من خلال آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب لدينا هنا في طقس العرب، تحرك المنخفض الجوي كما كان متوقعا من السواحل الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية صوب السواحل الفلسطينية الوسطى، وثم خلال ساعات الليل القادمة صوب الأجزاء الشمالية من دولة فلسطين، وبالتالي دخول الفعالية الجوية الثانية أو الذروة الثانية إلى المملكة بمشيئة الله بقوة، وتوقعات بأن تكون المنطقة الوسطى والجنوبية ولاحقا الشرقية ضمن ذروة التأثير هذا، على أن تكون المنطقة الشمالية أقل في تأثرها بهذا المنخفض الجوي مقارنة بباقي المناطق، لكن ستشهد جميع مناطق المملكة هطولا لأمطار غزيرة بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من خلال نظام محاكاة توقعات الأمطار الصادر حتى الآن هنا في طقس العرب، نلاحظ معكم حزمة كبيرة من السحب الممطرة يتوقع دخولها إلى المملكة خلال الساعات القليلة القادمة بالذات المنطقة الوسطى الجنوبية. لاحظوا معي الألوان داكنة فوق محافظة الكرك مادبة العاصمة عمان، كذلك حال مرتفعات الطفيلة وأشراء جنوبا، أيضا الأمطار حاضرة في محافظة إربد وعجلون في شمال المملكة، كذلك الحال في شرق المملكة. مع تقدم ساعات الليل نلاحظ معكم تركز الفعالية الجوية فوق المحافظات الوسطى العاصمة عمان البلقاء مادبة، كذلك الحال مرتفعات الكرك، في حين تتركز في وقت لاحق من ساعات صباح الغد بمشيئة الله تعالى كما هو مبين هنا فوق مرتفعات الكرك والطفيلة، كذلك الحال الأجزاء الشرقية من العاصمة عمان والزرقاء ولاحقا نحو مناطق البادية الأردنية، في حين تهطل زخات أمطار متوسط الشدة فوق المنطقة الشمالية. مع ساعات نهار الغد نلاحظ معكم بدء تقطع الفعالية الجوية وتحول الأمطار في كافة مناطق المملكة إلى زخات متوسط الشدة، نلاحظ معكم فرص المناطق الشمالية الوسطى الجنوبية أيضا الشرقية هي تقريبا متشابهة، حيث تهطل زخات أمطار بمشيئة الله تعالى متوسط الشدة بعيد ساعات ظهيرة الغد وحتى ساعات مساء الغد، حيث يتلاشى المنخفض الجوي فوق المملكة وسائر المنطقة بمشيئة الله، حيث تضعف الفعاليات الجوية المرافقة بمشيئة الله تعالى. إذن أمام المملكة ذروة جديدة خلال ساعات الليل القادمة وتحذيرات من جريان وتشكل السيول وكذلك الحال الأودية، الرياح ستكون أقل من الرياح التي حضرت مع ساعات ليلة الأمس، كذلك الحال الغبار لا توقعات بتأثيرات الغبار في الذروة الثانية من المنخفض الجوي. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.